بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الإعجاز العلمي في السنة، وهنرد على أكاذيب وافتراءات وجهل المنصرين والمواقع النصرانية بصفة عامة، وموقع الكنيسة زي ما تعودنا معاه بصفة خاصة، اللي بيقدم لنا في شبهة أو كذبة النهاردة خاصة بإعجاز علمي بليغ في السنة الكريمة. الموضوع زي ما هو كاتب بدون مقدمات وإطالة، أنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكا وعظما من طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وبيجيب راوي الحديث والمحدث والمصدر عشان يثبت إن الحديث صحيح، إن طبعا ما بنعترضش إن الحديث صحيح. والآن وإلى العلم الحديث، أليس العلم يقول عدد المفاصل في جسم الإنسان هو 220 مفصل، وعدد عظام المولود الجديد؟ طبعا احنا ما يخصناش عظام المولود أو غير المولود، احنا نتكلم النهاردة الموضوع عن المفاصل. بيقول فهل من معترض؟ وابتداء احنا بنعرض نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من رواية. بدأنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. زي ما شايفين نص الحديث هنا لم يذكر فيه 360 سلامة، هو حديث بيدعو إلى العمل الصالح والعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة. وكان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن يوحى إليه وإن لم يكن يعلم من عند الله سبحانه وتعالى ما سيذكره في نص الحديث بإضافة العدد لهذه السلامة وهذه الفقرات، كما في رواية الحديث اللي قدامنا اللي هو حديث أخرجاه أيضا البخاري ومسلم من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة، وأخرجه البزار من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للإنسان 360 عظما أو 60 و300 سلامة. الإشكال هنا على الراوي، عليه في كل يوم صدقة. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: يرفع عظما عن الطريق. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليعن ضعيفا. قالوا: فمن لم يستطع ذلك؟ قال: فليدع الناس من شره. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد 360، لكن أشكل على الراوي في الحديث اللي قدامنا. وخرج مسلم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل. هنا اتضح إن هم 60 و300 مفصل. فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو عزل شوكة أو عزل عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة أمسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار. وفي رواية أخرى، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك، أي ركعتي الضحى يجزئان عن 360 صدقة التي أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هو أحاديث تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو الناس إلى فعل الخير، وقد حدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدد السلامة أو المفاصل في جسم الإنسان ب 360. وإحنا مش طبعا مش بننكر الحديث، بالعكس الحديث صحيح، ولكن هنشوف هل فعلا العلم بيثبت ذلك ولا بيتعارض معاه. في البداية بنتعرف ما هو المفصل أو إيه هو المقصود بالمفصل. تعريف المفصل هو مكان تلامس أو ارتباط عظمتين من عظام الجسم، أو عظمة وغضروف، أو بين غضروفين، أماكن الالتحام بينهم أو الاتصال بتسمى مفصل. وأنواع المفاصل عندنا 3 أنواع رئيسية للمفاصل. أول نوع هو المفاصل الليفية أو غير متحركة اللي اسمها الفايبرس جوينت، دي زي ما هي موجودة قدامنا زي ما احنا شايفين كده، بتبقى في الجمجمة، بيكون فيها المفصل غير متحرك وتلتحم فيه العظام فيما بينها بواسطة نسيج ليفي مضغوط أو متكدس اللي هو الكونكتيف، لا يسمح بأي نوع من أنواع الحركة. ومع تقدم العمر والسن بيختفي
النسيج الليفي دوت بيحل محله رباط عظمي رفيع جدا اسمه السوتشر، ودي بتبقى موجودة في عظام الجمجمة وطبعا ما بيبقاش فيها حركة. تاني نوع هي المفاصل الغضروفية أو محدودة الحركة، بتبقى الحركة فيها بسيطة اللي هي الكارتيليجينس جوينت، وبتكون المفاصل ديت بينها أو في نهايات عظام متجاورة، عبارة عن ليف أو طبقة من الليف الغضروف الأبيض بيسمح بحدوث حركات خفيفة جدا، والحركة دي بتكون ناتجة عن الضغط على هذه الطبقات الليفية الغضروفية، ودي بتبقى موجودة زي ما هو الحال بين الفقرات وفي مفصل العانة بيبقى بينها طبقة اسمها الفايبرو كارتيليجينس. والنوع الثالث من المفاصل وده الأشهر والأعم في المفاصل الجسم هي المفاصل الزلالية أو واسعة الحركة أو حرة الحركة اللي هي السينوفيال جوينت، دي بتبقى أكثر زي ما قلنا المفاصل اللي في الجسم وبتتحرك في عدة محاور. وطبعا لنوع الحركة بيتقسم المفاصل ديت لعدة أنواع تانية، منها نوع اللي هو المفصل الكروي الحلقي أو اللي هو اسمه بول أند سوكت جوينت، وده زي اللي في الكتف واللي هي المفاصل اللي بتتحرك في كل الاتجاهات. وفي مفصل اسمه مفصل الرزي زي ما احنا شايفين في الصورة كده بيتحرك في مستوى واحد بس اللي هو الهنجل جوينت، وفي المفصل المنزلق وده بيبقى انزلاق المفصل بوضع ان بينزلق المفصلين فوق سطح بعضهم اللي هو الجليندنج جوينت او البلين جوينت. والنوع الرابع اللي هو المداري البايفوت جوينت، الحركة بتكون حوالين محور في شكل دوران. والنوع الاخير اللي هو اللقمي السيرجي اللي هو الكونديرويد سادل جوينت، بتكون الحركة حوالين محورين والاماكن بتاعتهم زي هي واضحة كده قدامنا في الصورة. بالتالي بالنسبة لاختلاف انواع المفاصل زي ما عرضنا كده ممكن نلاقي مرجع بيتكلم على المفاصل لكن بيختص نوع معين، مثلا بيختار النوع الليفي او اللي هو الغير متحرك اللي هو الفايبرس جوينت، او بياخد المفاصل المتحركة او المتحركة مع خفيفة الحركة مع بعض. فاحنا لما نيجي نبص على موضوع المفاصل او الجوينت نشوف المرجع ذكر ايه بالظبط، هل هو بيتكلم على نوع معين، هل بيتكلم على كل الانواع. هنا زي ما احنا شايفين الصورة او المعروضة علينا بتوضح عدد الفقرات في كل مكان من اللي احنا عرضناهم. فعظم الجمجمة بيتكون في حوالي اللي هي السكال جوينت 86، الثروت جوينت اللي هي الفقرات الموجودة في منطقة الرقبة 6، الثوركس جوينت منطقة الصدر وبتبقى واخدة معاها البطن 66، السباين اند بيلفس جوينتس في المنطقة الشوكية تحت ومنطقة الحوض 76، ابر ليمبس اللي هي الفقرات الاطراف العلوية 32، طبعا في طرفين ب 64، اللور ليمبس الاطراف السفلية 31 في 2 ب 62. لو جمعنا اللي معروض قدامنا كده او زي ما احنا شايفين هنلاقي مجموعهم 360 مفصل بصفة عامة. وقبل ما نتكلم عن المراجع اللي ذكرت عدد المفاصل في جسم الإنسان، بأكد إن اللي هيراجع على الموضوع دوت ويبحث فيه يحاول يتأكد المرجع اللي بيقرأ فيه هل بيتكلم على نوع معين من المفاصل ولا بيتكلم على مفاصل الجسم بصفة عامة عن الجوينت ان هيومن بادي، ولا بيتكلم على نوع معين من المفاصل. بنبدأ نتكلم من المراجع ونشوف أول مرجع قدامنا، صورته قدامنا، واحنا متعودين بنحط الروابط طبعا بتاعت المراجع كلها في آخر الموضوع، وبيتكلم بيجاوب على سؤال هاو ميني جوينتس ار ان ذا هيومن بادي، بيبدأ بيعرف ان الجوينت از لوكيشن ات ويتش تو اور مور بونز ميك كونتاكت، بيتلامس فيها عظمتين او اكتر. في اخر الفقرة بيقول لنا ثوت ذات ذير ار اراوند 360 جوينتس ان ذا هيومن بادي، بيعرفنا ان في بيعتقد ان في حوالي 300، بيعتقد ان في هنا يعني ما اداش رد جازم ان في حوالي 360 مفصل في جسم الانسان. ده موقع تاني بيتكلم برضه في موضوع المفاصل وبيوضح لنا هو برضه do we have in the human body how many joints، والاجابه recently some people claimed that there are 360 joints superior to يعني لحد سنة 1995 كان الاعتقاد ان هم 340، لكن اكتشف ان في 20 مفصل موجودين في الاذن. وبالطبع دي يمكن معلومة في ناس كتيرة ما تعرفهاش ان في مفاصل موجودة في الاذن، لان في عظم موجود فعليا في الاذن الوسطى وليه دور مهم جدا اللي هو الاوديتوري بونز زي ما احنا شايفين.
هم اسمهم المطرقة والسندان والركاب. والركاب ده أصغر عظمة في عظم الجسم. ده موقع تاني هو بيتكلم عن الأعراض اللي بتبقى موجودة مع انقطاع الطمس والآلام اللي بتبقى موجودة. ومن ضمن الآلام اللي بيذكرها أو المشاكل اللي بتبقى موجودة مع انقطاع الطمس اللي هي about joint pain، الألم اللي موجود في المفاصل. وفي جملة بيبدأ بيتكلم فيها على الموضوع دوت، لكن اللي يهمنا احنا معلمين عليها ان هو بيقول وبكل وضوح there are 360 joints in the human body. واضح جدا من ده مرجع تالت. وده مرجع كمان، ده بيتكلم كان بيتكلم بصفة خاصة عن الألام اللي بتحصل في الكوع، لكن في أول كلامه ذكر كمقدمة إن جسم الإنسان the human body is comprised of 360 joints، بيتكون من 360 مفصل، لكن مش كلها طبعا بتتعرض لنفس المشاكل بتاع مفصل الكوع زي ما هو ذاكر. والموقع ده أصلا مخصوص كان بيتكلم على الألام في مفصل الكوع. وده موقع تاني اسمه لايف سترونج، ده بيتكلم على الجوينت كير والعناية بالمفاصل. ومن ضمن الأشياء اللي ذكرها البراجراف بيتكلم على الأعشاب والعناية بالمفاصل. وزي ما احنا شايفين بدأ البراجراف بتاعه في هيربس فور جوينت كير there are a total، يعني مهم كلمة total ديت ان احنا بنأكد عليها، a total of 360 joints in the human body. بيتكلم على المجموع الكلي للمفاصل في جسم الإنسان هي 360. وده برضو موقع تاني، هو بيتكلمش على المفاصل بصفة خاصة لكنه بيتكلم على برضو الأعراض اللي خاصة بانقطاع الطمس أو انقطاع الدورة اللي هي المينيبوز، بعض المشاكل اللي فيها اللي هي برضو آلام المفاصل زي ما احنا شايفين. برضو بيتكلم على الجوينت بين وذكر there are 360 joints in the human body. كل مواقع دي مواقع علمية سواء بتتكلم على المفاصل أو بتتكلم على مشاكل تانية في الجسم زي مفصل معين أو مشاكل اللي بتحصل من أثناء الدورة الشهرية أو انقطاعها، يعني اللي هو المينيبوز. وكلها بتوضح في كلامها بما لا يدع مجال للشك إن إجمالي المفاصل في جسم الإنسان 360. وده موقع تاني بيتكلم برضه في موضوع المفاصل، وفي الانترودكشن بتاعه بيوضح أول جملة with some 360 joints in the human body there are a lot of opportunities of pain. برضه بيتكلم على الآلام وبيوضح إن هو في 360 مفصل اللي موجودين في الجسم. هو ده اللي يهمنا في الموضوع، يعني مش هنتشعب ونشرح الآلام وغيره، لكن احنا بنوضح ازاي إن جسم الإنسان بيتكون من 360. وده آخر المواقع العلمية اللي بنجيبها، هو موقع بيتكلم على اليوجا، رياضة يعني اللي احنا عارفينها، رياضة جسدية يعني. وبيتكلم طبعا من ضمن الاهتمامات بتاعت الموقع ان هو بيتكلم على المفاصل الجسم وطريقة عمل الرياضة ديت، فجايب روم اوف ميجر جوينتس وبيتكلم على انواع المفاصل تايبس اوف جوينتس اللي موجودة في جسم الانسان. وبيبدأ بأول جملة في الباراجراف كله او في المقال حتى اللي هو متكلم فيه هو there are 360 joints in the human body. وبيتكلم على تنويع الألم اللي في المفاصل، وبيتكلم على أنواع المفاصل زي ما ذكرناها اللي هي بول أند سوكت جوينتس والكاندلويد جوينتس والجليندنج جوينتس. لكن ده مش الموضوع، احنا الموضوع احنا بنجيب مراجع علمية ومصادر كتيرة بتتكلم على عدد المفاصل في جسم الإنسان وبنثبت إن هي 360 مفصل. وبكده احنا عرضنا مش موقع او اتنين او تلاتة بيؤكدوا ان المفاصل في جسم الانسان هي 360 اجمالا، لكن عرضنا 8 مواقع، والمواقع كتير جدا والمراجع العلمية كتير اللي بتثبت الموضوع ده، وسهل جدا ان الناس ترجع ليها، لكن ترجع بصدق يعني واخلاص ان هي بتدور على الحقيقة. وبصراحة يعني في موضوع يمكن كان شغلني جدا وانا بحضر وبشوف الموضوع ده وبقول سبحان الله، يعني طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام لو يعني لو ما كانش صادق وما كانش المعلومة دي جايه له عن طريق وحي من الله سبحانه وتعالى الخالق، ليه كان قالها أصلا من الأساس؟ يعني ليه حدد 360 مفصل تحديدا، مع إن احنا عرضنا إن في نص للحديث ورد في البخاري ومسلم لم يحدد فيه رقم، قال سلامة على كل سلامة صدقة، ليه حدد 360؟ ده شيء يعني المفروض يعني يثير ذهن الإنسان اللي بيقرأ الحديث، يعني يعني تحديد الرقم في حد ذاته يدل على شيء ان الراجل ده مش بيقول اي حاجة، اللي بيكذب بيبقى عارف ان هو بيكذب، بيحاول
ان هو يعني يقتصد في الكلام وما يظهرش اشياء ممكن بعد كده يعني تفضح كذبه. لكن يعني تورد لذهني الآية 113 من سورة النساء: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يعني صدق الله العظيم، علم رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، وحماه ومن تبعوه من أن يضلهم طائفة من الذين كفروا، الذين يودون كما قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. بنعرض المراجع في الآخر اللي أخذنا منها المعلومات ديت عشان اللي يحب يرجع ليها ويتأكد. ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.